مشاكل التواصل مع مهندس احمد سامي. كل موبايلاته سالت عشان مفاجئش. يلا نهار اسود. اخر واحده. 3 2 1. ايه قول بقى. طب كده ما عندناش حته فكر. انت خلاص طلعت بره. انت رايح على النص. ايه دعوه يا راجل؟ ده سوق ابتدى من النص. 3 2 1. كان السؤال ايه؟ شفت ما انا بعت لك يا ابني. انت في غيبوبه. تست بقى يا دكتور. اقول ايه؟ يلا يا استاذ جاهز. يا استاذ شباب يلا. 3 2 1. ايوه هي دي الروح. بالراحة يا مايك يا دكتور. بالراحة يا احمد عشان المايك. مش انا ما بقيتش ناحية المايك. تعالى نشوف النمبر دي اللي ضربه معاك. الستيرة اللي تحت دي بس لا بيعرفش يوقفها. يلا اوكي. الصوت كويس يا ابو حميد. ماشي. ايه ليه هويتي؟ انا بتسامح معاكوا دلوقتي. ارجع يا نادر. من المفاهيم المغلوطة عندنا مفلوط التسامح. مفلوط مش مفهوم يعني. مغلوط ومفهوم مع بعض فيبقى مفلوط. واخد بالك انت؟ فاهمني صح؟ حاضر. يعني ماشي. ارجع تاني. هات بس اول الطريق عشان اركب. ربنا يكرمك. ماشي. وفرص اكبر. خلاص تمت الحمد لله.